السلام عليكم خوتي خوتاتي، العرض ديالنا اليوم هو من بيم. نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله وعلى بركه الله. الى عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك فضلا وليس امرا، جزاكم الله كل خير. العرض ديالنا ديال اليوم هو من بيم كيف ما قلنا ليوم جمعه 8 مارس 2024. على بركه الله غادي نكتشفوا مع بعض هذا العرض. معنا هالطاولة للكي، هالطاولة للكي اللي جات بربعة ديال اللوينات كيف ما هو واضح على الصورة، جات بالثمن ديال 149.90 درهم اللي هي 3000 ريال. وأيضا كاين معنا هاد السلام، السلام فيه واحد جوج ثلاثة ربعة ديال الدريجات جاب الثمن ديال 199 درهم اللي هي 4000 ريال. 4000 ريال و كي سيبورتي حتى 120 كيلوغرام وماكسيمو على اقصى تقدير. كاين هاد الفاره بلوتوت جات بالثمن ديال 40 درهم اللي هي 800 ريال، وهاد المزيل الوبر ب 49.90 درهم اللي هي 50 درهم 1000 ريال. هاد مزيل الوبر للملابس، مزيل الوبر للملابس. وكاين ايضا هاد المقبس كهربائي باضاءه ليليه او لا بريز الكتريك افيك فيوز ليد، جاب الثمن ديال 34.90 درهم اللي هي 700 ريال. وكاين هاد المجففه ديال الاطباق، هاد المجففه ديال الاطباق غتلقاوها فيها 5 ديال اللوينات، يعني الاحمر الوردي الاسود الابيض والازرق فاتح، جات بالثمن ديال غادي تلقاوها 29.90 درهم اللي هي 600 ريال. هاد المجموعه ديال 3 ديال الصفايات عند بيم جات من الصغيره للكبيره، القطر اقطار مختلفه، القطر 12 سنتيم 17 سنتيم 25 سنتيم، غادي تلقاوهم بالثمن ديال 1000 ريال 50 درهم. مازال ما ساليناش العرض ديالنا، ودابا معنا هاد المجموعه ديال الاطباق وهاد الاواني المنزليه اللي حتى هي ضمن العروض ديال يوم الجمعه 8 مارس 2024. ونبداو على بركه الله بهاد الصحون اللي جاو فيها 6 ديال القطع، هاد 6 ديال القطع فيهم 19 سنتيم زائد الصحن الكبير فيه 28 سنتيم. هما كاملين هالطقم ديال الحلوى غادي يلقاوه بالثمن ديال 129.90 درهم اللي هي 2600 ريال. ودابا معنا هاد المجموعه ديال 6 ديال الاوعيه الصينيه، هما بستة زائد هذاك الصحن الكبير اللي جا مع هاد الزليفات غنلقاوهم بالثمن ديال 129.90 درهم اللي هي 2600 ريال. كاين ايضا هاد الطقم ديال السلطه اولا سالاديه، هاد الجبانه الكبيره زائد هاد 6 ديال الزليفات الصغار 7 ديال القطع 99.90 درهم اللي هي 2000 ريال. وهاد المجموعه ديال الاوعيه اولا لي غامكان غادي تلقاوهم بثلاثه بهم زجاجيين بثمن ديال 12.90 درهم اللي هي 260. كاين ايضا واحد المجموعه ديال الصحون من الصغير الكبير، كل واحد والقطر ديالها 20 سنتيم 25 سنتيم 21 21 27 على 27. هاد الصغير ديال 20 سنتيم 19.90 درهم اللي هي 400، 25 سنتيم 29.90 درهم اللي هي 600، وهاد المربع 21 سنتيم على 21 سنتيم بثمن ديال 400، وهذا ديال 27 على 27 ب600 ريال اللي هي 30 درهم. كاين أيضا هاد لوبول أولا هاد الوعاء 12.5 سنتيم غتلقاوه ان شاء الله بثمن ديال 8.90 درهم اللي هي 180. هاد الشكل مستطيل 30 درهم، هاد الشكل اوفال حتى هو 30 درهم. وهاد الصحون، هاد الصحون هاد الرماديين 20 درهم فيه 25 سنتيم، 15 درهم فيه 21 سنتيم في القطر، وهذا ديال 12.90 درهم 260 تلقاوه في القطر ديال 19 سنتيم. هاد الوعاء الصغير فيه 8 درهم بالثمن ديال 8.90 درهم اللي هي 180 ريال. مازال مستمرين في العروض ديال 8 مارس 2024 ليوم الجمعه، ودابا غادي نكتشفوا مع بعض هاد الهاتف الذكي ريدمي نوت 13.
هذا الشكل ديالو عنده واحد الرام ديال 8 جيجا وستوكاج جا فيه 128 جيجا مع لي زاكسسوار ديالو كيف ما هو واضح في الصورة. والثمن 2249 درهم اللي هي 45000 ريال. ونخليكم تكتشفوا المعطيات ديال هذا الهاتف الذكي كيف ما هو واضح في الصورة. المهم وصلنا نهاية العرض. إلى عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك فضلا وليس أمرا باش تشجعونا على إعطاء المزيد. جزاكم الله كل خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.